بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن البرق في الأساطير القديمة. طالما نظر الناس إلى البرق على أنه حدث مقدس يرتبط بإله التي تعاقب به كل من يعصي أوامرها، فقد كان الناس في القرن السابع الميلادي أي العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن هناك آلهة خاصة للبرق، وكان يوجد عندهم اعتقاد أنه موجود إله اسمه الإله زيوس، قد كان أذكى رجل في العالم وقتها يعتقد هذا الاعتقاد، والله أعلم.